بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جو شخص سوتے وقت یہ پیارے سے کلمات پڑھتا ہے اپنے بستر پر لیٹتے وقت یہ پیارے سے کلمات کی تلاوت کرتا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے دوستو سوتے وقت ان پیارے سے کلمات کو ضرور سماعت فرما لیا کریں پیارے دوستو وہ کلمات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری اسلامی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں تو دوستو آئیے وہ پیارے سے کلمات سماعت فرمائیں لا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي وارحمني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا اله الا انت يا ارحم الراحمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان الغني العظيم ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويا ارحم الراحمين ويا راحم المساكين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ذا القوة المتين يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والإكرام يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والإكرام ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين يا اول الاولين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجرني من النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين